السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين في ثورة في المواقع اللي بتعتمد على الذكاء الصناعي والبرامج اللي بتعتمد على الذكاء الصناعي. غالبا في فترة قليلة أقل من سنة هيبقى مفيش موقع ما بيشتغلش بالذكاء الصناعي، لأن يعني بدل ما تخصص ناس معينة ترد على الرسايل، ممكن تحط بوت يرد على الرسايل وده أقل حاجة، وتفاعل معاهم مش رسائل ثابتة. طيب تعال بقى نشوف بعض المواقع المتعلقة بالتعليم. يعني أول موقع معانا هنا، الموقع ده منصة بتخلي المدرس يخصص الشرح لكل طالب. يعني هو الذكاء الصناعي بيبدأ يحلل البيانات وبيعرف الطالب ده محتاج المعلومة الفلانية، الطالب ده يناسبه حاجة تانية وهكذا، فبيعمل تخصيص وبيساعد طبعا في حاجات كتير جدا يعني، بس دي أكتر حاجة عجبتني في الموضوع دوت. هو في ادوات كتير مساعده طبعا مش دي بس، كل دي منصات بتسهل الوقت والجهد على المدرس. طيب نشوف بقى كارنج ليرنينج ده بيعمل ايه. ده برنامج لتعليم الرياضه والحساب والماس مدعوم بالذكاء الصناعي، وبيوفر تجارب تعليميه مخصصه وملاحظات في الوقت الفعلي. بعد كده هنلاقي موقع بيعمل لك تتبع بالذكاء الصناعي للتقييمات عبر النت، بيقيم الطلبة ويتابع التقييمات وهكذا، تبقى عارف كل الطلبة بتوعك مستواهم عامل ازاي ووصلوا في ايه وايه الحاجة اللي هما عايزين يطوروا فيها وسلوك الطلبة عامل ازاي. طيب في سمارت سبارو، ده منصة تعليم الكتروني تكييفية بتخصص التعليم وبتقدم ملاحظات في الوقت الفعلي. بعد كده هنلاقي دريم بوكس، مش دريم بارك، دريم بوكس ده هو تعليم رياضة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لطلبة رياضة الأطفال الابتدائي وإعدادي وثانوي، ويوفر دروس وتعليقات لكل طالب فيها. دي منصة كورسيرا، دي منصة قوية جدا بتلاقي فيها محاضرات رهيبة جدا، والميزة اللي فيها انها كل اللي بيدرسوا فيها بيكونوا دكاترة في الجامعة او ناس متخصصين. يعني انا لما درست فيها البايثون كان اللي بيدرس الراجل اللي اخترع لغة البايثون، فكانت حاجة رهيبة تمام، وهي منظمة جدا بتستخدم الذكاء الصناعي برضو في انها تخصص الملاحظات وتتابع وهكذا. المنصة دي بقى بتوفر نقط تقييم لنقاط القوة والضعف عند الطلبة، وبتوفر إرشادات إزاي نقوي القوة ونتغلب على الضعف. بعد كده ووت ماس، دي برضو تعليم رياضة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبتخصص الدروس وتعمل فيدباك تغذية عكسية ودعم في الوقت الفعلي. طيب ممكن يكون في مشكلة في الموقع ده، خلينا نشوفه كده. طيب تعالى نشوف اللي بعد كده. دي موقع بتستخدم الذكاء الصناعي عشان بتسهل المراقبة، مش المراقبة، المتابعة مينيتور، وتبدأ إن أنت تخصص دروس وتغذية عكسية وتقدم وتبقى فيه دعم كويس. طيب الشات جي بي تي طبعا مشهور جدا، ممكن أنت تقول له اعتبر نفسك المدرس بتاعي وذاكر لي الحتة دي، الحتة دي أنا مش فاهمها، طب عيدها لي تاني، طب اديني حاجة مناسبة للطلبة، طب صلح لي دي، طب اعمل لي دي، وتتناقش معاه في مواضيع جميلة جدا يعني. ودي برضو منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الصناعي بتوفر تجارب تعليمية مخصصة لكل الطلاب، ودي منصة مدعومة بالذكاء الصناعي عشان نحصل على درجات أسرع وأكثر دقة للإجابات. فأنت معاك حد يقدر يديك أفضل إجابة وتقدر تتناقش معاه في كل حاجة، وكل واحدة من دول بتقدم خدمات تانية كتيرة جدا، بس احنا بناخد نبذة كده عشان الوقت.
دي منصة فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي عشان توفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته ومشاركته. طيب دي لونجو طبعا مشهور جدا، بيساعد جدا في تعلم اللغات، وفيها ذكاء صناعي ايه الحاجة اللي انت المفروض تتك عليها وتتعلمها تاني، ووقت صغير تتعلم انجليزي بشكل حلو اوي. انا بشتغل على الموبايل فهو مش متفاعل معايا هنا، بس انا تقريبا 250 يوم متواصل. طيب الموقع دوت بيوفر منصة تعليمية بالذكاء الصناعي عشان يعمل تجارب تعليمية مخصصة وردود فعل فيدباك في الوقت الفعلي، فبيديك أبحاث وبيديك أدوات تعمل التجارب بتاعتك. طيب دوكيو اكسبيرت ده منصة تحكم المستندات، لو عندك أي مستندات بتقدر تحقق فيها، بتعمل على اعتماد عملية التحقق وتقليل التكاليف والموارد البشرية. ادمودو دي منصة إلكترونية للمعلمين والطلاب، ممكن تعمل الموقع بتاعك من خلاله أو من خلال، يعني هي يعتبر زي الورد بريس كده. كريتش سبيتش ده منصة تعرف على الكلام وتعلم اللغات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبتوفر فيدباك سريع. كونجي ده مساعد كتابة افتراضي بيعمل بالذكاء الصناعي، ومنصة تعليمية افتراضية بتديك ملاحظات ودعم في الوقت الفعلي. دي أداة للكشف على إن حد انتحل شخصية أو انتحل معلومات، فهي بتقارن عمل الطلاب بقاعدة بيانات المحتوى الأكاديمي. نيربود دي منصة تعليمات تفاعلية بتستخدم الذكاء الصناعي عشان تعمل لك دروس جذابة وسهلة وجميلة إن شاء الله، فهتقدر بكل سهولة تعمل بعض الفيديوهات كده زي ديت. يعني لو حاولت تعملها ببرنامج زي افتر افكت تاخد منك جهد كبير، هنا بيكون الموضوع اسهل. معانا بقى موقع تاني، ده عبارة عن منصة تعليمية تكييفية مخصصة بتستخدم الذكاء الصناعي عشان تعمل مسار تعليمي مخصص للطلاب، فالطلبة بتشترك والمدرسين بيشتركوا ويدوهم مسار يبدأوا يتعلموا من خلاله. دي أداة جميلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بتعمل عدة هيكلة للمحتوى المنطوق وتنظمه في هيئة نصين، تديله صوت هو يبدأ يخلولك عليه الصوت بحيث إن أنت تبقى سهل إن أنت تدون الملاحظات أو تاخد منها بعض الاقتباسات. ده برنامج بقى لتعلم الرياضيات بيعتمد على الذكاء الاصطناعي وبيسهل ان الطلبة تبدأ تتعلم مع المدرسين بتوعهم. دي منصة للدراسة والتعلم بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تعمل بطاقات تعليمية تفاعلية ومسابقات وألعاب دراسية. Describe.ai أداة نسخ وتحرير فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي بتسهل إنشاء المحتوى والتعاون. رايتلي من الاسم كده رايت ان هي بتساعدك في ان انت تكتب مقالات او تساعدك في وجود اقتراحات بسهولة جدا وتسهل عليك الكتابة. جوجل بارد ده الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل عامل زي شات جي بي تي بتاع اوبن اي اي، وفي شوية مزايا كويسة جدا يعني. واخيرا وليس اخرا اداة الذكاء الاصطناعي المبنية على اللغة الطبيعية لانشاء المحتوى والاسئلة والتعديل عليها يدويا. لو انت عارف اي موقع ممكن يفيد الدكاترة او المدرسين ياريت تكتبها لنا في التعليقات.